السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهارده هنتكلم على الفصل الثالث من الانفستمنت فاونديشن، الكورس اللي بتقدمه لنا معهد السي اف اي بشكل مجاني حتى الان. الله اعلم وقت سماع الفيديو هل هيتقلب بفلوس ولا لا، ولكن حتى الان الانفستمنت فاونديشن او الاساسيات الخاصة بالاستثمار او صناعة الاستثمار ينقلنا الى الفصل الثالث وهو الريجليشن او القواعد. نلاحظ ان الليرنينج اوتكم او مخرجات التعليم هو تعريف الديفينيشن للريجليشن، تعريف الريجليشن، ديسكرايب او الاهداف الخاصه بالريجليشن، ثالثا ديسكرايب البوتنشال كونسيكوينسز او التبعات المترتبه على الفشل في تطبيق القواعد، ديسكرايب الريجليتي بروسيس ان احنا نعرف ازاي بيتم وضع القواعد والقوانين، والامبورتنس اوف اتش ستيب الاهميه الخاصه بكل مرحله من هذه المراحل، والاي ايدنتيفاي سبيسيفيك تايب اوف ريجليشن ان احنا نقوم بتعريف مجموعه محدده من الريجليشن والاسباب الخاصه بها، والاف ديسكرايب الاليمنتس او المعالم الكمباني بوليسيس، التعريف المعالم الخاصة بسياسات الشركة والبروسيجر القواعد عشان نعرف ان الشركة بتلتزم مع هذه الريجليشن او القوانين، وتعريف الاشياء المحتملة من الكومبلنس فيلر او عدم الالتزام مما يؤدي الى العديد من الاشياء السلبية. هنلاحظ ان هو بيقولك الانترودكشن او في المقدمة ان الرولز ار امبورتنت، طبعا القواعد مهمة جدا في بيئة الاستثمار. احنا اتكلمنا في الفصل السابق حول الاهمية للالتزام بالكود الاخلاقي، ولكن هنا بيقول لنا اهميه ان احنا نلتزم بالقواعد، لانه بوجود عدم وجود قواعد كاستمرز او المستهلكين او العملاء يجب انهم هيلاحظوا انهم هيتبع لهم انسويتابل او عدم تناسب لمنتجاته، ممكن انهم يفقدوا جزء او كل لايف سيفنج مدخرات عمرهم، ايضا ممكن ان العملاء يصابوا باذى لو ان الشركه في هذه في بيئه الاستثمار اللي بتستثمر اصولهم تؤدي الى ميسيوز او عدم استخدام جيد وعادل، وهيحصل إساءة لاستخدام طول العملاء، وأيضا قد تؤدي هذا إلى العديد من المشاكل في بيئة الاستثمار. ده ممكن أنه يؤدي إلى العديد من التوالي والمشاكل التي قد تؤدي إلى تدمير العديد من الشركات، وفي النهاية تدمير الاقتصاد ككل. والحقيقة أنه بيقول لك هنا ريكول أو نحن عودة إلى الانفستمنت اندستري اللي احنا اتكلمنا فيها في الفصل الأول، فاحنا هيقول لك أن الريجليشن تعتبر واحدة من الكي فورسز أو القواعد الأساسية اللي درايفنج اللي بتقود الانفستمنت اندستري، لأن الريجليشن مهمة لأنها تمنع وبتحدد وبتعاقب أي سلوك قد يعتبر غير مرغوب في داخل بيئة الاستثمار. ولذلك نرى أن الفاينانشال سيرفيس أو الخدمات المالية والمنتجات المالية وبيئة الاستثمار بتتمتع بقدر كبير جدا جدا من الحماية القانونية والقاعدية والقانونية والجنائية وكل ده بتتمتع به بشكل عالي جدا، لأنه الخسارة المالية قد تقود إلى العديد جدا من مسؤوليات أو الترتيبات التي قد لا يحمد عقباها. اولا الريجليشن بيتم تعريفها بانها الرولز ذات سيت ستاندرد، يعني بتضع مجموعه من القواعد فور كونداكت اند كاريز ا فورس فلو. دي نقطه مهمه جدا جدا عشان نعرف الفرق ما بينها وما بين الاسك كود او القواعد الاخلاقيه. نلاحظ ان دي الريجليشن بتضع مجموعه من القواعد اللي بتحمل صيغه لفورس فلو او قوه القانون. الحقيقه ان ده نقطه مهمه جدا، الحملان او وجود قوه القانون نقطه مهمه جدا، لانه انتهاك القواعد الاخلاقيه قد لا يؤدي إلا إذا تم ربطها بقواعد قانونية بيتم وجود قوة قانون قد تمنع هذا الأمر. ولكن القواعد الأخلاقية والقواعد المهنية بيتم تقريرها أو بيتم الالتزام بها عن طريق الأفراد وليست عن طريق قوة القانون. لكن الريجليشن مهمة جدا نظرا لأنها بتحمل قوة القانون في أي انتهاك لها. هنلاحظ هنا إنه violation of ethical principle، إن انتهاك الإثيكال برينسيبل القواعد الأخلاقية والقواعد المهنية له ترتيبات وله عواقب، ولكن الترتيبات والعواقب دي لن تصل الى المحاكم ولن تصل الى العديد من القضاء الا اذا تم ربطها زي ما احنا قلنا وتم وجود بناء ليها عن قواعد قانونيه. ولذلك بيقول لنا هنا انه مهم جدا كل المشاركين في بيئه او صناعه الاستثمار يلتزموا مع هذه القواعد والقوانين، لان عدم الالتزام قد يؤدي الى وجود غرامات والعديد جدا من الاشياء، واحيانا الطرد من السوق اذا حان او اذا تم اثباتها قضائيا وكان ليها دمج او كان ليها اضرار كبيرة، ايضا فقدان الثقة
الطاقة اللي احنا قلنا انها بتزرع او بينمو حواليها العديد من الاشياء زي الليكويديتي، السيولة، البروفابيليتي، الايكونوميك جروث، كل الاشياء دي بتنمو في بيئة التراست او بيئة الثقة. ولذلك هنا بيقول لنا في هذا الشكل هيوضح لنا انه التراست ان ذا اندستري او الثقة في الصناعة يبقى مربوط باربع اشياء بتدور حولها هذا الامر: اللو والريجليشن، الحاجات اللي بتحمل صيغة القانون او صفة القانون، كاري او فلو، بتحمل سلطة قضائية جواها وانتهاكها قد يؤدي الى التعرض لمشاكل قضائية، بروفيشنال ستاندر، المعايير المهنية، حاجة كده شيك تبقى موجودة، يجب المعايير المهنية للمحاسبين، المعايير المهنية للمحاسبين، المعايير المهنية للمشاركين في صناعة الاستثمار، الاسكال برينسيبل، المعايير الاخلاقية، والكمباني رولز، القواعد التي تكون لكل شركة عن اخرى، العديد من القواعد او البروسيجر. فتكالب وجانس الاربع اشياء دول بيؤدي الى تعزيز بيئة التراست او الثقة في الصناعة. الحقيقة انه بعد كده بينقلنا هذا الامر الى الاوبجكتيف اوف ريجليشن او الاهداف الخاصة بالقواعد والقوانين. وهنلاحظ ان الاهداف الخاصة بها بتنقسم لمجموعة واسعة من الاهداف زي بروتكت كاستمر او بروتكت كونسيومر، ان احنا نحمي الكونسيومر، كاستمر، العملاء، كل ده يجب ان يتم حمايتهم لانه زي ما احنا قلنا قد يؤدي الى خسارة كبيرة في ممتلكاتهم، لان زي ما احنا هنا بيقول لك ان الكاستمر او الكونسيومر ممكن انهم يكونوا عندهم كويكلي ديتيرمين او انهم يبقوا عندهم تحديد سريع للجودة الخاصة بالملابس والعربيات والمنازل، ولكن هذه القدرة بتكون منخفضة جدا عندما يتم تحديد الفاينانشال برودكت او الخدمات المالية والاستثمارية، زي مثلا شخص هيقوم بشراء ساعة، شراء نظارة، شراء ملابس، هيبقى عارف المقاس ده معرفش، لكن تيجي تقول له انا دلوقتي هعرض عليك فرص استثمارية انت تستثمر مثلا في سوق الاسهم او سوق السندات او سوق، فهيبص لي هو مش فاهم. فعشان كده هو بيلجأ للمستشارين والجهات المالية علشان تحدد له هذا الامر. يجب ان يتمتعوا بالثقة الكافية علشان اعطيك نفسي، فعليا انا بعطيك نفسي وبرمي فلوسي كلها على بناء على رأيك، فيجب ان اكون واثق فيك جيدا. ولذلك بيقول لك هنا ان الريجليشن بتمنع بروتكت كونسيومر فروم ابيوزف، يعني انها بتمنع العديد جدا من الاشياء، الاساءة والفرود، وايضا قد تمنع العديد جدا من الشركات انها تبيع لمستهلكين منتجات مالية او منتجات استثمارية عالية الريسك او خطيرة، فتمنع القواعد هذا الامر نظرا لانها قد تؤدي الى خسارة الاستثمار بالكامل. يعني مثلا هنا في مصر كأعطي مثال، او في اغلبية الدول العربية، البيتكوين او العملة المالية الافتراضية الالكترونية، العديد جدا من البلدان بتحظرها نظرا لانها قد تؤدي الى ضياع للممتلكات ولا يوجد عليها رقابة كافية، فهناك العديد جدا من القواعد التي تحمي هذا الامر. ثانيا، فوستر كابيتال فورميشن اند ايكونوميك جروث، يعني تعزيز الكابيتال فورميشن، ان احنا نعزز قيمة الثروة والتقدم الاقتصادي. ونلاحظ ان احنا قلنا قبل كده ان الفاينانشال ماركت، السوق المالي، بيعمل على تخصيص المدخرات في تعزيزها لرأس المال وزيادة الشركات المصدرة وزيادة الشركات في السوق وتعزيز النمو الاقتصادي، ومع هذا التعزيز ومع هذا النمو بيزداد التقدم الاقتصادي. ولذلك الريجليتور او المشرعين بيكونوا عندهم هدف هو وجود تعزيز لصحة النظام المالي في السوق علشان يعززوا قيمة الاقتصاد وتطوره، ايضا تقليل الريسك، تقليل المخاطرة في السوق المالي. ثالثا، سبورت الايكونوميك ستابيليتي، ان احنا نعزز الثبات والاستقرار الاقتصادي، ودي نقطة مهمة جدا. ولذلك بتضع القواعد هنا هذا الامر عشان تمنع السيستماتيك فيلر او السقوط للنظام الاقتصادي ككل او النظام المالي ككل. ولذلك بتفرض القواعد، هو هنا بيقول لك انه بتفرض على الافراد والشركات والمشاركين عدم الدخول، انجيج، عدم انهم المشاركة في انشطة قد تؤدي الى الانهيار الاقتصادي والاساءة للاقتصاد او تعريض الاقتصاد للعديد من المشاكل. رابعا، انشور فير، ان احنا قوم بتأكيد العدالة في السوق، لان الجميع في هذا السوق يجب ان هو يحصلوا على معاملة عادلة نظرا لان الجميع المشاركين في السوق لا يحصلوا على نفس المعلومات. ولذلك بتفترض قواعد على الجميع انهم requiring fair and full disclosure، انهم بيطلبوا تصريح صادق وكامل وكشف لكل المعلومات المرتبطة علشان يتأكدوا ان هذا الاستثمار قدم الحديث حوله بحقية وليست بكذب. ايضا من
الاشياء انهانس الافشنسي تعزيز الكفاءه، تقليل الدوبليكيشن تقليل التكرار وتقليل الكونفيوجن او الارتباك بما يؤدي الى زياده الكفاءه. سادسا امبروف السوسايتي، طبعا تعزيز السوسايتي المجتمع نظرا ان احنا مش بنعمل فيه فراغ، ولذلك يجب ان يتم تعزيز او التطابق مع احلام واهداف المجتمع، زي مثلا ان احنا نقوم بتوجيه القواعد علشان تساعد على الافابيليتي، يعني توفير الكريدت فاينانسنج لفئات معينه. ان احنا مثلا شايفين مثلا المجتمع العربي بيعاني مثلا السيدات منه من عديد من المشاكل والعدم عملهم مثلا، فنقوم بفئات كريدت كارد معينه تتجه الى هذه الفئه بخصم معين. نقوم مثلا الفئات الاكبر من 60 سنه هنعطي لهم فائده اكبر من الفائده المقرره على الصغار والعاملين، نظرا لان المعاش بيكون منخفض. بنلعب بالسياسات الماليه بحيث نحقق اهداف اجتماعيه، او ان احنا مثلا encouraging home ownership، ان احنا نعزز مثلا ان الناس كلها تمتلك بيوت، فنقوم بتخفيض معدلات الفائده على بنوك ونوجهها نخلي الناس تتوجه الى الاستثمار في العقارات، فاحنا نفتح هذا الامر. او ان احنا مثلا نزود المدخرات الوطنيه بان احنا نعلي سعر الفايده في البنوك، فالناس تقبل على فايده البنوك فتقوم باعطاء المال للبنوك، فبيكون عندنا رصيد كبير لدى البنوك يمكن ان يتم اقراضه للشركات، فيحصل نمو للمؤسسات ونمو للاقتصاد القومي. ايضا يجب ان يتم منع الانشطه زي انشطه الماني لاندرينج، غسيل الاموال. يجب ان يكون هناك العديد من الاشياء انها قد تحمل في طيتها عمليات ارهابيه او الليجل غير قانونيه. ثم بينتقل بينا الحديث الى التبعات الخاصه بعدم الالتزام بالقواعد، وهنلاحظ انها قد تؤدي الى فقدان الثقه وعدم تحقيق الاهداف التي سبق ذكرها، وطبعا تعريض المشاركين والعملاء وكل الجميع المتعاملين في السوق لفقدان الثقه وفقدان مدخراتهم، ايضا فقدان الاقتصاد وحدوث عدوى وحدوث العديد من الازمات الاقتصاديه. ثم بينتقل بينا الحديث حول التيبيكال ريجوليتي بروسيس، ازاي بنضع قواعد وكيف تتم عمليه وضع القواعد. وهنلاحظ ان في هذا الشكل بيتم تقسيمها في هذا الشكل، انها بتنقسم اولا بيرسيفد نيد، ان وجود حاجه يجب ان تكون موجوده، ظهرت حاجه، ظهرت مثلا ماني لاندرينج، ظهر غسيل اموال في السوق، فبسبب هذه الحاجه بسبب هذه المشكله انا هقوم بوجود نيد، عندي حاجه لهذه القاعده. ثانيا الليجل اثوريتي او قاعده القانونيه، او من لديه السلطه لتقرير هذه القاعده القانونيه او القاعده. اناليسيس، يجب ان اقوم بالتحليل الجيد، وبابليك كونسلتيشن، اقوم باخذ المشوره العامه، ثم ادابشن او التبني، ثم الامبلمنتيشن او التحسين، المونيتورنج المراقبه، انفورسمنت السلطه التي يتم فيها الاقرار او يعني الاقرار لهذا القاعده، ديسبيوت ريزولوشن، ان احنا نقوم بالفضه القضائيه او المفاضله او التخليص القضائي الذي يتم بخلاف القضاء ويتم مناقشتها، واخيرا الريفيو المراجعه لهذا الامر. طبعا اول حاجه ان احنا قلنا ايدنتيفاينج اوف ريسيفد نيد، ان احنا نبقى عندنا حاجه لهذا الامر، وهنلاحظ انه قد ياتي من العديد من الاشياء. النيد دي قد تاتي من العديد من المصادر، زي مثلا ضغط سياسي، ضغط من المجتمع علشان نقوم بتعزيز او اصدار قانون معين، او وجود اتجاهات او عوالم في بيئه الاستثمار، زي وجود مثلا لوبينج جروب عاوزين نفتته، او ان احنا نتوقع حاجه مستقبليه فنقوم بوضعها علشان نقوم بالعمل في المستقبل، او ببساطه ان حصلت مشكله فنقوم بتطويرها عن طريق هذا الامر. ثانيا ايدنتيفاي تعريف الليجل اثوريتي، الليجل اثوريتي هنلاحظ ان الريجوليتي بادي نيد تو هاف ذا اثوريتي تو ريجليت، هنلاحظ ان احنا عندنا السلطه التشريعيه او الاطار التشريعي هو الذي يضع هذا الامر، وعنده السلطه الاثوريتي عشان يقوم بوضعه. ثالثا بنعمل اناليسيس او تحليل، ان احنا وانس ان النيد دي تم تعريفها والريجليتور كونداكت ا كيرفول اناليسيس، يجب انه يتم وضع كيرفول اناليسيس او تحليل عميق ومتاني ودقيق، ويضع كل الابروتش كل القواعد التي يتم استخدامها علشان يحصل على اوتكم او مخرجات مطلوبه، زي مثلا ان احنا نقوم بتنصيص او تقييد بعض الافعال او بعض الاشياء الموضوعه في السوق، استبلش ان احنا نقوم ببناء حقوق جديده ومسؤوليات، زياده في التاكسس او زياده في الضرائب او تقليلها، وده يجب ان يتم بعد ان احنا نقوم بعمل ميزان للكوست تكلفه والمنافع
التي قد تؤدي لهذه القاعدة التي سيتم إقرارها. رابعا البابليك كونسلتيشن، وهنلاحظ أن الريجليتور أو المشرع في الغالب بيلجأ إلى رأي العامة قبل أن يقوم بإقرار هذا القانون، وعلشان يحصل على هذا الأمر، عشان يحصل على سجستشن أو كومنت، يحصل على اقتراحات أو تعليقات على هذه القواعد أو هذه المشكلة أو البدائل للقرارات التي يمكن اتخاذها، علشان يعمل امبروفمنت أو يحصل نوع من أنواع التحسين لجودة القرار التي سيتم اتخاذه النهائي. خامسا بيحصل الادابشن، بيحصل التبني لهذا الأمر، وبيتم تبنيه من قبل المشرع، بيتم نشره بحيث يتم الحصول على العديد من التعليقات حواليه، وبيتم وضع frequently asked question، يعني أكثر الأسئلة وإجابتها حول هذا القانون، بحيث يتم وضعه التنصيص الكامل. ثامنا بيحصل عملية الimplementation أو عملية التطوير، وهنلاحظ إن عملية القواعد بتكون في حاجة إلى عملية التطوير عن طريق المشرع وعن طريق من يقوم بالتأثير والتأثر بهذا القاعدة أو هذه القانون. ونلاحظ إن بعض القوانين بتكون لها تأثيرات immediately، تأثيرات مباشرة على طول سريعا، وبعض القواعد أو بعض القوانين بيكون لها تأثيرات ولكن طويلة المدى، فيجب أن يتم وضع هذين العاملين في الاعتبار. سابعا بتحصل عملية المونيتورينج أو عملية الرقابة، وبيتم تقييم هل هناك التزام بهذه القاعدة أو هذا القانون أو لا، وبيحصل زي عملية روتين examination، بيحصل عملية روتينية للمتابعة للشركات والفحص ليها investigation of complaint، نحن نقوم ببحث عن المشاكل أو investigate ليها، بيحصل نوع من أنواع المتابعة لتنفيذ القرار. ثم ثامنا بتحصل enforcement، هنلاحظ أنه زي ما احنا قلنا أن regulation بتحمل الفورس carry out of law، تحمل سلطة القانون، بيحصل أن بيحصل punishment، بيحصل عقوبات لمخترقين هذه القانون أو هذه القاعدة زي غرامات أو خصومات، وأيضا ممكن أن تؤثر على الأفراد أن هو يقوم بسحب رخصة التعامل أو فقدان الثقة، وفقدان الثقة بيؤدي إلى العديد من الأشياء زي ما احنا قلنا سابقا، قد تؤدي إلى الطرد من السوق ووجود أزمات كثيرة عليه. تاسعا الديسبيوت ريزولوشن، ولاحظ أن دي بتحدث عندما يحصل نزاع في السوق، يعني نوع من أنواع فض النزاع، بيكون فير وفاست أند إفيشن، في حالة أن هو فض النزاع، عملية فض النزاع كانت سريعة وعادلة وفقه، هنلاحظ أن عملية الديسبيوت ريزولوشن أو عملية فض النزاع دي بتكون سريعة جدا، وبتوفر ميكانيزم قد يكون أفضل كثيرا من اللجوء للقضاء اللي بيؤدي إلى وقت طويل جدا. والحقيقة دي من ضمن أسئلة الامتحان أيضا، بتلاقي دايما في الامتحان أنه دايما ديسبيوت ريزولوشن أسرع وأفضل وأسهل وأسلس من اللجوء للسلطة القضائية اللي بياخد وقت كبير جدا وبتاخد إجراءات كبيرة للغاية. عشان بتحصل عملية الريفيونج أو عملية الفحص، نظرا لأن القواعد بتتقادم مثلما تتقادم التكنولوجيا، زي ما بيقول لك هنا ان التكنولوجيا تتقادم، دلوقتي بتستخدم الكمبيوتر، دلوقتي الكمبيوتر بيتطور، وكذلك القواعد مع تطور السلطات وتطور الاهداف وتطور البيئه الماليه وبيئه الاستثمار، فبتحتاج القوانين انها تتراجع باستمرار وبيتم تحديثها واضافه الجديد فيها. ثم بعد كده بينقلنا الحديث حول الكلاسيفيكشن او تصنيفات الريجليشن ريجيم او القواعد القانونيه، ونلاحظ ان ده بيختلف من بلد الى اخرى ومن مكان الى اخر، لكن يمكن ان بيتم تقسيمها الى principle based او rules based. ونلاحظ ان principle based regime هي regulator set up a principle within which the investment industry is expected to operate، يعني قواعد عامة بيتم وجودها في بيئة الاستثمار. اما rules based regime فبتعطي نص صريح على توضيحات وتأكيدات قانونية على بيئة الاستثمار والمشاركين فيها. ايضا يمكن ان يتم تقسيم قوانين الى اشياء خاصة بالmerit based او disclosure based، يعني الميرت بيست القواعد الخاصة على الجدارة، زي مثلا ان الريجليتور او المشرع بيضع قوانين بتقلل عدد المنتجات التي يتم بيعها، زي مثلا ان هو ان الريجليتور او المشرع يمنع ان الهيدج فاند او ده نوع من انواع المنتجات المالية، لاحظ انها قد تكون ريسك جدا وقد يحصرها على عدد معين جدا من المستثمرين اللي بيتمتعوا بمجموعة من الكريتيريا او مجموعة من الصفات، ولذلك هو بيمنع هذا الامر عن طريق وضع مجموعة من القواعد انه يا جماعة ان الهيدج فاند اللي هيتعامل فيه الهيدج فاند يجب مثلا انه يكون عنده معدل عالي مثلا
من السيولة، يكون عنده معدل عالي من استثمارات، يكون عنده مستثمرات متنوعة، بحيث ان هو يحمي المستثمرين من هذا الامر ويمنع هذا الامر. وده بيسمى merit based regulation، ان هو قائمة على الجدارة، محدش هيوصل لده الا ما يتمتع به هذا الامر. او disclosure based regulation، او القواعد الخاصة بالافصاح اللي بتشترط على الافصاح الكامل لكل المعلومات التي يتم استخدامها في الاستثمار. طبعا زي ما احنا قلنا ده بيختلف من مكان الى اخر، ولكن ده عشان يوضح لك فقط انواع الريجليشن. ثم بينتقل بينا الحديث الى الطيب او انواع الفاينانشال ماركت ريجليشن، ونلاحظ ان ده بينقسم للعديد جدا من القواعد او قوانين المنظمه للسوق المالي. هنلاحظ ان الجيت كيبنج رولز، القواعد الخاصه بالاوبريشن رولز، الديسكلوزر رولز، السيلز براكتس رولز، تريدنج رولز، البروكسي فوتنج رولز، والانتي ماني لاندرنج رولز، والبيزنس كونتينتيتي رولز. لاحظ ان الجيت كيبنج رولز او القواعد الخاصه ببوابة الحفظ اللي بتمنع مجموعة من الأفراد انهم يدخلوا اصلا في مقابل اشخاص بتسمح بدخولهم، فدي قواعد بتسمح بالدخول من عدم. والحقيقة انه بيقسمها لك برسونيل او الموظفين او شؤون العاملين نفسهم، اللي واحدة من ضمن اهم انشطتها انها بتقوم بعمل سكرينينج او فحص للمشاركين في بيئة الاستثمار او صناعة الاستثمار، علشان يتأكد من انهم بيتحلوا بالانتجريتي، النزاهة والكفاءة. ولذلك في اغلبية تشريعات للسوق المالي بيتوقع من الافراد انهم يكونوا عندهم لايسنج او عندهم رخصة للتعامل، وبيقوموا بامتحان قبل الحصول على هذا الامر للتمتع من كفاءتهم. بحيث انه انا بيقول لك ان حتى لو كان شخص صادق وكويس، فده ممكن يعمل دامج كبير جدا وضخم حتى اذا كان يتمتع بعدم الكفاءة. ولذلك يجب ان يتمتع بالكفاءة الكافية والقدرة التدريبية الكويسة. الفاينانشال برودكت او المنتجات المالية، هنلاحظ انها يجب أن تقوم بالالتزام بمجموعة واسعة جدا من القواعد قبل بيعها إلى العامة. ونلاحظ أن القواعد الجيت كيبينج أو القواعد اللي بتمنع الدخول مهمة جدا في السوق المالي، لأنها قد تمنع العديد جدا من المشاكل دخول أفراد لا يتمتعوا بالكفاءة الكافية في السوق المالي. الأوبريشن رولز، نلاحظ أنها بتنقسم لي مجموعة من الأشياء، لأنها بتحدد كيفية عمل أوبريتنج أو عمل المؤسسات والشركات. نت كابيتال، هنلاحظ أنه يجب أن يكون هناك وجود معدل حد أدنى من رأس المال للشركات الموجودة في السوق حتى يتم ضمان أنها قادرة على الاستمرار فيه. ولذلك بيتم وضع العديد جدا من القواعد للتأكد من أن هذه الشركات لديها قدر كافي من الموارد اللي بيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها. والحين هو بيقولك أنه الهيستوري أو التاريخ بيقول لنا أن الهايلي ليفرجت أو الشركات التي لديها رفعة مالية كبيرة جدا، أن عندها قدر كبير جدا من الديبت أو ديون في مقابل الأسهم. فهنلاحظ أنها عندها ريسك كبير، ليس فقط اتجاه حاملة الأسهم في هذه الشركة، ولكن أيضا اتجاه الكاستمر، اتجاه العملاء، واتجاه الاقتصاد ككل. فيجب أن يتم وجوده في حكمة شديدة. أيضا من ضمن الأشياء في الأوبريشن رول، الهاندلينج أوف كاستمر أسد، أن احنا إزاي نتعامل مع الكاستمر أسد أو أصول العملاء. أن معظم السلطات القضائية بتضع قواعد أن الكاستمر أسد أو أصول العملاء يجب أن يتم سيجريتد أو يتم فصلها عن الأصول المستخدمة في الاستثمار او في بيئة الاستثمار، لانها قد يؤدي الى ضياع اصول العميل، فيجب ان يتم المحافظة عليها بحكمة. ثم البند الثالث، الديسكلوزر رولز او قواعد الخاصة بالافصاح، ودي مهمة جدا. زي الكوربريت ايشورز، نحن هنلاحظ ان الريجليتور او المشرع دايما بيتوقع بيقر على الشركات اللي بتتعامل في سوق الاسهم انها يتم وجود عندها افصاح كامل لكل المعلومات للعملاء المتوقعين والمشترين قبل القيام بعرض الأسعار الخاصة بها أو في السوق، عشان تتأكد أن المستثمرين لديهم المعلومات الكافية قبل أن يتدبسوا في الشركة أو الأسهم بتاعت الشركة اللي هيتم الشراء عليها. أيضا من ضمن الأشياء الماركت ترانسبيرنسي أو الشفافية في السوق، وهنلاحظ أن الانفورميشن المعلومات حول، وهنلاحظ أنه مشرع بيضع قواعد تلزم على الأقل بحد أدنى من المعلومات في السوق. وهنلاحظ هنا أنه بيقول لك أن أغلبية المعلومات بتتمتع بسرية لدى السوق، ولكن المشرع بيفرض على الأقل الحد الأدنى اللي بيسمح ليه وجود الماركت ترانسبيرنسي دون التأثير على ربحية المتعاملين في السوق. أيضا ديسكلوزن ريجر أو محفزات الإفصاح، وهنلاحظ إن الش...
الشركات بيتطلب منها جزء كبير جدا من القواعد الخاصة بتحفيز إفصاح والقرارات الإفصاحية. ثم بينتقل بينا الحديث إلى السيلز براكتس رولز أو القواعد الخاصة بالبيع زي الأدفرتايزنج الإعلانات. هنلاحظ إن المشرع أيضا تدخل في هذا الأمر علشان يتحكم في الطريقة اللي بيتم فيها الإعلان والكونتنت المحتوى الخاص بالإعلان عشان يتأكد إن الإعلان مش بيعمل ميسليدنج أو يعني تحايل أو تضليل للناس، زي مثلا إن المشرع بيمنع أو بيعمل بان أو ديس أبروفد عدم موافقة على إعلانات بتوعي عائد غير واقعي أو عوائد يمكن تحقيقها، أو يشور وين إن أنت أكيد هتربح معانا بعد، لا أكيد دي جملة يجب أن يتم حذفها من الإعلانات. فالمشرع بيخلي باله جدا من الإعلانات لأنها قد تؤدي إلى ميسليدنج أو سوء في الفيز. أيضا الفيز الغرامات، هنلاحظ إنه المشرع بيقوم بإمبوز يعني يقوم بدعم الفيز الخاصة بتكاليف، لأن المشرع قد يؤدي إلى إن عمل نوع من أنواع برايس كنترولينج علشان يعني يقوم بالتحكم في المصاريف والأسعار، فيقوم بيقوم بتحديد الكوميشن يعني تحديد المبلغ اللي هيحصل عليه للوسيط في مقابل الصفقة اللي هيقوم بيها حتى يقوم بالتحكم في السوق بطريقة عادلة. information barriers يعني الحدود الخاصة بالمعلومات، وهنلاحظ إن العديد جدا من المشاركين في السوق يكون ليهم العديد من الأنشطة التي قد تتعارض، زي مثلا هو يكون شغال في إنتاج وتصدير العديد من المنتجات بنكية والإصدار للشركات، وفي نفس الوقت عنده investment research agency يعني عنده مثلا قطاع للأبحاث وقطاع لتقديم الخدمات النصحية المالية advice financial providing. فكل ده يجب أن يتم مراعاته لأنه قد يؤدي إلى potential conflict of interest. فأنا لو أنا شركة مثلا بتقوم بتصدير العديد من الأسهم في سوق الأوراق المالية سوق البورصة يعني، في نفس الوقت أنا في نفس الشركة عندي قطاع كبير أو شركة تانية موازية ليا عندي بتقوم بتقديم الخدمات المالية للمستثمرين، فلو جالي شخص أنا إزاي هيحصل conflict of interest وأنا في نفس الوقت أنا عندي أسهم في السوق؟ فأنا ممكن أوجه المستثمرين للأسهم بتاعتي علشان أنا عندي جهة اللي هي بتقوم بنصح للمستثمرين وفي نفس الوقت أنا اللي أقوم بتصديرها. ففي هذه الحالات بيكون من المهم جدا أن تعمل information barriers أو تعمل نوع من الحواجز ما بين هذا وذاك، ولذلك بيطلب المشرع في مثل تلك الحالات وضع الحدود علشان يمنع الconflict of interest أو تضارب المصالح. suitability standard أو معيار الملائمة، وهنلاحظ أنه مشرع من المهم جدا أنه يرى أن كل النصائح والطرحات اللي بيتم توجيهها للكلاينت يجب أن تكون suitable مناسبة ليه متناسبة مع فوائد وقيم والأهداف التي يريدها العميل. ولذلك المشرع بيضع قانون أنه كل المقترحات أو كل النصائح اللي بيتم توجيهها للعميل يجب أن تكون وتضع مصلحة العميل في أعلى مرتبة حتى يحصل على القيمة المرادة منه. بعد كده بينقلنا الحديث إلى restriction on self-dealing يعني المنع من المعاملة الأحادية، ونلاحظ إنها بتمنع العديد من الأشياء. بتحصل إن العديد من الشركات بتقوم ببيع المنتجات المالية زي الأسهم بشكل مباشر للمستثمرين الخارج المنصة بتاعتهم أو خارج النطاق بتاعهم، ده طبعا بيؤدي إلى وجود بيع أسرع ووجود liquidity أو سيولة أسهل، ولكن قد يحصل هنا conflict of interest أو ضارب للمصالح عندما يكون مصلحة الشركة أو القطاع مختلفة عن مصلحة العميل. ولذلك بتحصل الريستريكشن أو القيود اتجاه سيلف ديلينج علشان نمنع هذا. خامسا التريدنج رولز، وهنلاحظ انها بتنقسم الى العديد من الانواع زي الماركت ستاندرد، زي ان الجوفرمنت ريجليشن او القواعد الحكوميه يمكن ان تضع العديد من الاشياء زي التوقيتات الخاصه بالبيع والسويه، زي مثلا انه يقول لك 3 ايام للبيع وبعد كده في خلال الثلاث ايام دي بيتم نقل الاموال او التسويه الماليه. ماركت مانيبيليشن او الاحتكار، هنلاحظ انه بيتم منع الاحتكار في السوق. انسايدر تريدنج، البيع الداخلي، هنلاحظ انه بيتم عندما يكون هناك المجموعه من المشاركين اللي عندهم قاعده او ميزه غير عادله بخلاف المشاركين الاخرين، وده بيخليهم يتداولوا او بيتقوموا بالتعامل والتجاره فيما بينهم بعيدا عن السوق، ونلاحظ انه العديد جدا من القواعد بتمنع هذا الامر. الفرونت راننج ايضا بيتم منعه، واللي بيتم تعريفه بانه الاكف placing an order ahead of a customer order to take advantage of the price impact the companies the customer order will have، يعني في هذه الحالة بيتم وضع الاوردر الخاص بي في مقابل او قدام الاوردر الخاص بالعميل علشان احصل على الاسعار او احصل على الاستفادة في مقابل استفادة اقل للعميل. والحقيقة انه انا بيقول لك مثال عشان يوضحها لك، ان انت فجأة عرفت ان عميل ما هيقوم بشراء كمية كبيرة جدا من الاشياء
أو الأسهم اللي قد تؤدي إلى رفع الأسعار. فأنت بتقوم باستعمال هذه المعلومة فرونت رانينج، بستعملها أولا وبقوم بالشراء قبل ما العميل ما يشتري. بروكرج براكتس أو الوساطة، هنلاحظ أنه في العديد من البلدان بيتم إدارة العملية الاستثمارية عن طريق بروكرج أو شركات الوساطة، ويجب أن يتم إحكامها جيدا، لأن العديد من الانفستمنت مانجر أو المديرين الاستثماريين قد يستخدموا العديد جدا من الاتفاقيات، بحيث تكون الكوميشن أو نصيب من الصفقة بيتم استخدامه عشان يتم دفع الاكسترنال ريسيرش أو الخدمات البحثية الخارجية، واللي بيتم تسميتها بسوفت دولار، لأنه في مقابل الفلوس هنستخدمها في أبحاث خارجية بدلا من دفع الكاش لهذه الأبحاث. وده طبعا بيؤدي أن البروكرج بيكون له العديد جدا من الوصول للمعلومات، وده من الأشياء الخطيرة جدا، أن بدل ما هدي البروكرج فلوس بدل الكوميشن هديله معلومات للعملاء، فهو يقدر يستخدمها لاحقا للعديد من الصفقات. وده طبعا من الأشياء اللي بيمنعها القانون وبيخلي باله منها كويس جدا. البروكسي فوتينج رولز، ونلاحظ أن في بعض البلدان بيكون البروكر عنده مطلوب منه توزيع لفوتينج ماتيريال أو تصويت أو مواد تصويتية علشان يحصل منها على معلومات، وبيتم وضعها في معيار للتصويت. في بعض البلدان أيضا تقوم الشركات لهذا الأمر للشير هولدر أو حملة الأسهم. ثم سابعا القوانين الخاصة بالأنتي ماني لاندرينج أو القواعد الخاصة بمنع غسيل الأموال، لأن احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن أن يتم استخدام السوق المالي في غسيل الأموال واستخدامات إرهابية أو دعم الإرهاب أو الأنشطة الإجرامية، فيجب أن يتم استخدام هذا الأمر. ولذلك القواعد بتفرض على الشركات أن يتم وجود هناك تعريف ووجود ريكورد ووجود دوكومنتيشن، وجود نوع من أنواع التوثيق والبحث عن عملائها والمراقبة لهم، وجود إبلاغ عن الأنشطة غير طبيعية، وجود إفصاح عن مصادر الدخل. أيضا من ضمن القواعد اللي بيتم وضعها بزنس كونتينيوتي بلانينج رول أو القواعد الخاصة باستمرارية البزنس. وهنلاحظ أنه المشرع أيضا بيبقى مهتم أنه في العديد من الحالات زي التزاستر، الحالات الخاصة بالزلازل أو المشاكل أو الجوانح الطبية والعدوى والمشاكل الكبرى في الدول زي الحريق أو الفيضانات أو خلافه، فيجب أن يتم هناك خطط لمواجهة مثل تلك الأمور بما يساعد على استمرار البزنس. سادسا هنتكلم حول الكمباني بوليسز أند بروسيجر. وهنلاحظ أنه الشركات داخل بيئة الاستثمار زي أي شركات بيبقى متوقع منها أنها بتحمل نوع من أنواع البوليسز والبروسيجر، بتحمل نوع من أنواع القوانين الداخلية جواها. ونلاحظ أن البوليسز والبروسيجر دي بتكون قواعد principle of action adapted by a company، يعني مجموعة من القواعد اللي بيتم تبنيها عن طريق الشركة. ونلاحظ أن البروسيجر are what the company must do to achieve a desired outcome، يعني هي الأشياء اللي بيتم العمل عليها حتى يتم الحصول على الخروجات المطلوب. ونلاحظ أنه على الرغم من أن company policies أو القواعد الخاصة بالشركة لا تحمل صورة القضاء، إلا أنها extremely important، إلا أنها هامة جدا في المواقف اللي بتكون فيها مساحة لا تلعب فيها القواعد أو الإسكال دلمة أو الأشياء الخاصة بالقواعد المهنية، تلعب هنا قواعد الشركة جزء كبير في تغطية مثل تلك الفجوات. أيضا من ضمن الأشياء أن البوليسز أو الأشياء القواعد الخاصة بالشركة تساعد الموظفين على العمل في نطاق من الاحترام ومنع الأنشطة غير المطلوبة. أيضا من ضمن الأشياء السوبرفيجن أنه يجب أن يكون المشرفين داخل الشركة لديهم تمتع بهذا الأمر، يجب أن يراعوا موظفين تحت منهم. ونلاحظ أن السوبرفيجن أو عملية الإشراف بيقول لك هنا بتبدأ قبل أن ينضم الموظف للشركة، لأن الشركة يجب أن تقوم عمل فحص conduct background check، يقوم بعمل فحص دقيق لهذا الموظف قبل انضمامه. يجب بعد انضمامه أن يتم وجود orientation وتدريب جيد له، وأيضا نحن عندنا continuing education، وجود تدريب مستمر علشان نحافظ على الكفاءة والرعاية الكافية له. أيضا يجب أن توفر في القواعد وجود documentation أو توثيق جيد وتوثيق جيد لعملية التطوير، ولكل موظف يجب أن تكون لدينا هذا الأمر علشان تحافظ على سجلات الشركة. أيضا من ضمن قواعد الشركة الكومسنتيشنز بلان أو القواعد الخاصة بالتعويضات، هنلاحظ أن احنا يجب أن تلعب الشركة هذه القواعد بكفاءة جيدة. وهدينا هنا مثال أن البونص على تحقيق التارجت، تحقيق الأهداف الخاصة
الخاصة بالسيلز يجب أن يساعد الموظف على التطوير والتحفيز للحصول على هذا الأمر، لكن أيضا في حالة أن هذا التارجت عالي، في حالة أن هو أصبح يعني البونص بالنسبة له هو أنا حابب أخد بونص، حابب أخد بوص، أنا حابب أخد فلوس أكتر، قد يؤدي إلى تشجيع الموظف أيضا إلى خرق القواعد والقوانين بحيث يحصل على السيل تارجت أو السيل بونص، فده يجب أن يتم وضعه في الاعتبار. بروسيجر أوف هاندلينج فيوليشن، يجب أن يتم وجود نوع من أنواع القواعد المقررة على انتهاك قواعد. ثم ننتقل بين الحديث إلى الكونسيكونسز أو التبعات الخاصة بعدم الالتزام، ونلاحظ أنه عدم الالتزام بالريجليشن أو القواعد أنها قد تؤدي إلى التعرض للغرامات أو فقدان الرخصة بالنسبة للأفراد، وطبعا السمعة التي لا يمكن تعويضها. أيضا من ضمن الشركات اللي قد تحصل على غرامات وتؤدي إلى العديد جدا من فقدان اللايسنز أو فقدان ترخيص الخاص بها، قد تؤدي إلى فرصة كوسكلوزر أو إفصاح عمدي يتطلب من الشركة أن تقوم به. أيضا من ضمن الأشياء أو عدم الالتزام به قد يؤدي إلى التأثير على ليس فقط الموظفين والأفراد والشركة، أيضا الكاستمر وجميع المتعاملين في السوق سيفقدوا الثقة. فقدان الثقة ده قد يؤدي إلى الخوف من الدخول في بيئة الاستثمار أو حدوث عدوات في الاقتصاد وانهيار الاقتصاد ككل وحدوث العديد من الأزمات. ولذلك زي ما احنا قلنا إن بيئة التراست وبيئة الثقة يدعمها كل هذا الأمر مما يؤدي إلى الالتزام به. بكده نكون أنهينا الفصل الثالث الخاص بالريجليشن أو القواعد، وفي حالة وجود أي استفسارات يشرفنا رد عليه في التعليقات أو على الصفحة الرسمية مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.